للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي تقدم روسيا على خطوة نشر رؤوس حربية خارج حدودها. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو كشف عن بدء تسلم أسلحة نووية تكتيكية من روسيا، وذكر أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناكاساكي في اليابان عام 1945. لم تتوقف تصريحات لوكاشينكو عند هذا الحد، بل لوح بإمكانية استخدام الأسلحة النووية إذا دعت الضرورة، قائلا إن مينسك لن تتردد في القيام بذلك حال تعرضها لأي اعتداء. وفي وقت سابق سلمت موسكو بالفعل حليفتها نظام صاروخ إسكندر ذي القدرة النووية، وقدمت المساعدة في إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لتمكينها من حمل وإطلاق ذخائر نووية. بحسب الخبراء فإن القرار الروسي يحمل في طياته دلالات خطيرة، فالبعض يرى أنها استعراض لقدرات روسيا النووية، حيث تمتلك ترسانة ضخمة تفوق ما تملكه الولايات المتحدة. والبعض الآخر ينظر إلى هذا القرار على أنه رسالة ترهيب لليابان ورد على تحركاتها المناوئة لموسكو والداعمة للغرب. ومع تطور الوضع في ساحة المعركة بأوكرانيا تطفو على السطح مخاوف من تصعيد الحرب بنشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، وستظل هناك حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأحداث.